مرحبا، فيديو مهم جدا راح اتحدث فيه عن بديل مهم جدا يعني ورخيص جدا لزيت الزيتون. طبعا انا بعرف انه كلياتكم يعني غالبيتكم يعني او نحن كلياتنا يعني كشعوب حوض المتوسط يعني او الاشخاص اللي جايين يعني بالاصل من يعني دول المتوسط اللي هن يعني عندهم يعني زراعه الزيتون جدا يعني مهمة، وزيت الزيتون يعني جدا مقدس ومهم. طبعا زيت الزيتون أكيد هو زيت يعني رائع جدا ومفيد جدا كمان، ولكن في له بديل رخيص جدا يعني هون في ألمانيا راح أتحدث عنه وعن فواده. طبعا نحن هون بألمانيا يعني مثل ما بتعرفوا حاليا عم نمر بفترة تضخم، يعني مو بس بألمانيا هون، يعني هذا التضخم موجود بكل أوروبا، بكل القارة الأوروبية، في كل منطقة اليورو، وليس فقط يعني في ألمانيا تحديدا، وحتى في كل أنحاء العالم. يعني التضخم في بعض الدول يعني بيوصل لنسبة 100% وحتى 150%. فنحن هون بألمانيا يعني لا نزال بألف خير يعني، ولا تزال الأسعار عنا جدا مقبولة يعني قياسا بالأسعار في دول تانية. طبعا بألمانيا في عنا بديل رخيص جدا يعني بيتم إنتاجه هون وزراعته في ألمانيا، يعني مصدر هذا الزيت اللي هو الغابس أول. غابس أول اللي من نحن هون بألمانيا يعني في عنا غابس فيلدال، يعني حقول للغبس اللي هو اللفت، أو بيقولوله يعني بذور اللفت، زيت بذور اللفت أو زيت اللفت. طبعا عنا هون نحن حقول كتير كبيرة بألمانيا بيتم زراعتها يعني لإنتاج هذا النوع من الزيت. هذا الزيت جدا زيت مفيد، هو أكتر زيت بين كل الزيوت بيحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، يعني حتى بتفوق على زيت الزيتون بهي الناحية يعني، وغني جدا يعني بالأوميغا 3 وبالأوميغا 6 اللي جدا يعني مفيدين لجسم الإنسان، وغني كمان بفيتامين E أو فيتامين A. فأنا بنصحكم أنكم إذا بتشوفوا أنه زيت الزيتون غالي مرتفع الثمن، يعني ما بتوفي معكم بآخر الشهر، فهذا بديل رخيص جدا ومفيد جدا. طبعا أنا هنا عم بحكي عن الزيت المعصور على البارد، كالت كبريست يعني المعصور على البارد، وفي الزيت يعني في منه كمان نوع تاني معصور على الساخن، ولكن هداك يعني نوعا ما مضر بجسم الإنسان أو فوائده أقل خلينا نقول. فبنصح باستعمال الزيت المعصور على البارد. لعمل لكم مقارنة يعني في الأسعار، قنينة زيت الزيتون اللي هي يعني بتحتوي على كمية 750 ملي لتر من زيت الزيتون، وصل سعره بألمانيا لسبعة يورو. طبعا هذا ارخص يعني نوع زيت زيتون ممكن واحد يشتريه، هو غالبا نوع اسباني يعني بيجي من اسبانيا او تجميعه يعني من عده دول اوروبيه. طبعا هذا ارخص زيت يعني ممكن تحصل عليه بالمانيا، وصل سعره لسبعة يورو ومو لتر كامل بس 750 ملي لتر، فيعني ممكن يكون يعني السعر شوي ثقيل على ذوي الدخل المنخفض يعني او الاشخاص اللي عم يتلقوا معون اجتماعيه، ولكن البديل له مثل ما قلت لكم هو الغبس اول. الغبس اول حاليا يعني سعره فقط يورو و85 سنت، سعره يورو و85 سنت لل 500 ملي لتر، يعني نص لتر، نصف لتر سعره يورو و85 سنت، وهذا المعصور على البارد يعني المفيد. طبعا معلومة مهمة، لما نحن بنعصر الزيوت على البارد فنحن هون بنحافظ على نكهتها وفوائدها أكثر بكتير، يعني بنحافظ على مضادات الأكسدة. طبعا زيت الزيتون وزيت اللفت غني بمضادات الأكسدة اللي نحن بنحتاجها يعني كجسم لجسم الإنسان، لا يعني مفيدة جدا للقلب. فمضادات الأكسدة هي موجودة كمان بنسبة عالية في زيت اللفت الغبس أول يعني. فلما تشتروا هذا الزيت معصور على البارد يعني بدون تسخين يعني، فبيكون محافظ أكثر على نكهته، على ريحته، محافظ أكثر على مضادات، فيه مضادات أكسدة أكثر، ولكن بيكون أغلى، لأنه لما نحن منسخن الزيت يعني، طبعا الزيت المعصور على البارد يعني تحت حرارة 27 درجة، تحت حرارة 26-27 درجة، أما الزيت يعني المعصور على الدافئ يعني الفام كبخست يعني، فهذا بيتم يعني عصره بدرجات حرارة مرتفعة، لهيك بيقدروا بيستخرجوا كمية زيت أكبر من المحصول، يعني المحصول بيعطي كمية زيت أكتر لما نحن منسخنه، ولكن منخسر كتير من الفوائد ومنخسر كتير من مضادات الأكسدة. فلهيك أنا بنصحكم يعني تستخدموا الكالت كبخست. طبعا الكالت كبخست يعني الزيت البارد نحن بنستخدمه يعني في السلطات، بنستخدمه يعني على موائدنا نحن بشكل عام، مثلا صحن حمص، صحن فول، ممكن نحط له من هذا الزيت كمان. طبعا البعض يعني ما كتير بحب هذا الزيت، بيقول عنه انه شوي له ريحة سمك او ريحة زنخة يعني او هيك شيء،
أنا ما بشوف الموضوع هيك يعني. طبعا فيكن تجربوا أنواع تانية يعني، ممكن تاخدوا البيو مثلا. طبعا حتى البيو يعني كمان سعره يعني تقريبا يورو 85 سنت النص لتر، بالدي ام بينباع منه يعني إذا بتحبوا يعني أعطيكم يعني وين موجود بأرخص سعر. طبعا هذا الفيديو مو دعاية ولا حدا دافع لي شيء ولا حدا يعني حاكي في هالموضوع، أنا بس يعني من عندي أبحكي. إذا بدكم تحصلوا على هذا الزيت يعني بسعر رخيص جدا موجود بالدي ام البيو، حتى يعني منه يعني الأورجانيك يعني البيو موجود بسعر يورو 75، يعني آخر مرة شفته كان بيورو و75 سنت النص لتر، يعني حتى أرخص من الليدل وبيو كمان يعني. فحبيت يعني أعطيكم هالنصيحة الأشخاص اللي عم يعانوا من يعني ضائقة مالية، عم بيقولوا إنه المعونة ما بتكفيهم آخر الشهر. ففي كتير بدائل لمنتجات غذائية رخيصة يعني، في كتير يعني فيك تتحول يعني لأنواع تانية من الطعام، حتى يعني على الفطور على الغداء على العشاء، فممكن يعني توفر أكتر في المعونة. طبعا إذا كنتوا مهتمين يعني أعمل لكم المزيد من الفيديوهات اللي تتعلق ببدائل يعني المواد الغذائية الرئيسية. طبعا في عنا دائما يعني بدائل رخيصة وحتى أحيانا بتكون مفيدة أكتر كمان. طبعا برجع بقولكم أنا ما عم بنكر إنه زيت الزيتون جدا يعني مهم وجدا نحن متعودين عليه وطيب ولذيذ ورائع يعني، ولكن الغبس أول كمان يعني زيت اللفت أو زيت بذور اللفت كمان رائع جدا يعني، وهو بديل رائع جدا لزيت الزيتون وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار. فإذا كنتم مهتمين بإني أعمل فيديوهات أكتر وأحكي عن بدائل لمنتجات تانية غالية أعطيكم البديل الرخيص لها كمان، فاكتبوا لي بالتعليقات. وطبعا ممكن يعني في كتير من الشغل يعني في كتير من الشغلات اللي نحن بناكلها بشكل يومي ممكن يعني نستغني عنها ونروح على أطعمة تانية أرخص ومفيدة أكتر يعني، إن كان على وجبة الإفطار أو وجبة الغداء يعني أو وجبة العشاء. ففي كتير بدائل رخيصة يعني، فاللي عم بيعاني يعني من ضائقة مالية وعم بيقول إنه المعونة ما بتكفي يعني، وأنا بتفهم هذا الشيء يعني كمان بتفهم ارتفاع الأسعار اللي حاصل، ولكن المعونة لازم تكفي إذا واحد يعني عرف يدبر أموره لازم تكفي المعونة يعني لأنه هي محسوبة. طبعا بعيد وبكرر ليس الهدف من هذا الفيديو يعني هو التقليل من شأن زيت الزيتون، أكيد زيت الزيتون هو زيت كمان لذيذ جدا مهم جدا وأنا حتى بحبه شخصيا يعني كتير وبستخدمه يعني في أكلاتي، فهو زيت كمان مفيد وكمان مهم جدا، ولكن في له بديل أرخص عند الألمان. حبيت يعني ألفت نظركم لهذا البديل أنه في بديل أرخص بكتير عن زيت الزيتون وخاصة في ظل يعني الأسعار الحالية. أما زيت الغبس أول يعني فلا يزال محافظ على سعره يعني لحد كبير، سعره منخفض لأنه نحن هون بنزرعه بألمانيا وبنعصره بألمانيا، فلهيك يعني ما في أجور نقل، ما في يعني تكاليف للنقل من الدول الأخرى، فلهيك هون سعره رخيص كتير. فحبيت يعني ألفت نظركم لأنه في عنا زيت رخيص كتير وبديل يعني جدا جيد لزيت الزيتون. إن شاء الله أكون أفدتكم بهي المعلومات. كان معكم إلهام بوزان، تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء.